السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة جديدة للأبطال الغاليين اللي كل يوم بيمر عليكم بتسطروا لحظات البطولة ولحظات المجد في الرحلة اللي انت بتسعى فيها وفي أحلامك اللي انت بتسعى عشان تبنيها. عندنا بكرة امتحان الكيمياء والجغرافيا. سمعت كتير وناس كتيرة بتخوفك وتقول لك صراع كبير، تحدي كبير. خلينا نتكلم بواقع وصراحة، الكيمياء عمرها ما هتكون بصعوبة الفيزياء، والجغرافيا عمرها ما هتكون بصعوبة التاريخ. إذا كان الصعب وانت عديت بيه، أنا عارف بقى ان انت تقول ان انا اتصدمت ان انا اتصدمت او ان انا اخفقت، لكن يكفي ان انت عديت وانت حي النهاردة وبتسمعني وبترزق وربنا دايما معاك وبيرزقك وبيكرمك، يبقى انت عديت من الأصعب. يبقى إذا ما ينفعش في اللحظة دي بقى الخوف هو المسيطر عليك أو الخوف هو اللي بيحركك. إحنا أبطال وبنخوض الرحلة وبنسطر لحظات المجد، مش هينفع إن إحنا نخاف لمجرد أقوال أو مجرد مخاوف بيبثها الآخرين فينا. وأحكي لك قصتي ويمكن أنت سمعتها يمكن أنت سمعتها مني كتير وانا بكلمك، ان انا في يوم من الايام كان بالنسبة لي امتحان الكيمياء كان عائق او خوف، لان اصحابي اتفقوا معايا ان انا ما اروحش امتحان الكيمياء، ومع ذلك انا رحت. وكانت الصدمة ان انا لما بروحت امتحان الكيمياء لقيتهم كلهم موجودين، على الرغم ان احنا كان ما بيننا اتفاق ان محدش هيروح ونقسم السنة. طب ايه اللي حصل في امتحان الكيمياء؟ انا كنت ببص حواليا بلاقي الناس بتسيب الامتحان وبتمشي، لكن انا قررت ان انا اكمل، ويمكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لان انا بصيت على اللي انا حليته لقيت ان هو ينجحني، فما ينفعش اسيب الامتحان، وقررت ان انا اكمل وجبت الدرجه النهائيه في الامتحان. يبقى اذا العبره بالنهايات، ما تخليش اي حد يبث فيك المخاوف. انا عارف ان انت ممكن تكون محبط او جواك ياس، بس بص، إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. ما عندكش حل من الموت، فمن العجز أن أنت تكون إنسان جبان وأنت بتواجه. كمل وواصل لحد آخر لحظة. أن أنت تعبت، أنت سهرت، أنت ذكرت، أنت عملت اللي عليك. أهم حاجة أنك تواصل لحد آخر لحظة. كمل بشرف يا بطل. خلاص انا عارف ان انت ممكن تكون بتحسبها بحساباتك وبتقول ان انا ضيعت كتير، خلاص ما ينفعش تيجي في الاخر وتضيع اكثر. كمل بشرف المحاولة، كمل البطولة، كمل النهاية. ما تبصش على اللي جاي، بص على اللي انت مريت بيه، بص على السنين اللي فاتت، بص على الامتحانات اللي فاتت. خلاص احنا عايزين نخلص، عايزين ننجز، عايزين نطلع من العائق اللي احنا ممكن نكون بنمر بيه. فانا واثق فيك ان انت هتكمل لحد اخر لحظة. والله لو كان قدامك يوم على الامتحان، لحظة على الامتحان، ادخل وواصل. بص، مفيش حاجة اسمها امتحان صعب، انت هتدخل ايا كان مستوى الامتحان اللي موجود قدامك، انت هتثبت بطولتك فيه، انت هتؤدي بكل جد وبكل اجتهاد، مش هتسيب اي سؤال، مش هتسيب اي فرصة للمحاولة. انت مطمن، انت ما عندكش حاجة تخسرها، انت هتواصل للنهاية عشان تخلص بشرف. واعرف ان انت لو كملت للنهاية والله هتوصل، لانك واثق في وعد ربنا سبحانه وتعالى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بي طريقا الى الجنة. انت بتسعى في طريق من طرق الجنة، مش مهم النتيجة، مش مهم الكلية اللي مكتوبة لك او المستقبل اللي باجي ليك، لكن المهم ان انت هتواصل للنهاية، هتواصل بشرف، هتكمل المسيرة وانت بتسمعني في اللحظة دي. يا بطل، في يوم من الايام كنت زيك، حاسس بيك ومقدر احساسك ومقدر الضغط والالم النفسي اللي انت كنت بتمر عليه، بس الطلب اللي انا بطلبه منك انك تواصل للنهاية وما تضيعش اي فرصة من شأنها ان هي توصلك لحلمك. انا عارف ان انت ممكن تكون بتحسب لها وبتقول ان انا ضيعت كتير، بس خليك عارف اللي مع ربنا مش ممكن يضيع ابدا. ربنا دايما معاكم ويسلمكم وينجيكم،
ونشوفكم دايما على خير. كان معاكم دكتور محمد عامر كامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.